بابي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم في فيديو جديد. معكم مصطفية مجدي على قناة مستر أيمن بدر لتعليم اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. كمان تتفرجوا على أي دروس فاتتكم وتتفرجوا على فيديوهات الجرامر اللي بعملها معكم المستر أيمن وبشرحها على الكرومة بطريقة سهلة وواضحة وبسيطة يقدر كله يفهم بيها. كمان تتفرجوا على فيديوهات حل الجرامر، مستر أيمن بيحل معاكم من كتابي الجيم والمعاصر. والنهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض آخر 4 محافظات في المراجعة النهائية من كتاب المعاصر. تعالوا نبدأ بمحافظة المنيا. نمبر 1: Reclaiming the desert and turning it into green land, space more job opportunities. استصلاح الصحراء وتحويلها إلى أرض خضراء provides يوفر results نتائج leads يؤدي إلى creates يخلق gets يصبح. الإجابتين الصح هما A provides و D creates يخلق أو يوفر المزيد من فرص العمل. 2. Many students take part in the race every year. العديد من الطلاب يشاركون في السباق كل عام. The antonyms of take part in are space. مضادات take part in هم: defeat يهزم، avoid يتجنب، keep away from يتجنب أو يبقى بعيدا عن، when يفوز participate يشارك. الإجابتين الصح هما B avoid و C keep away from. 3. We haven't seen Amr's base the last visit. نحن لم نرى عمر. 4. Yet, already, since. الإجابة الصحيحة هي D since. منذ الزيارة الماضية. ليه اخترنا since؟ ما حد يقول ما احنا عندنا the last. هقولك ان احنا بنفرق بين the last مع since و 4. ان the last مع since بيجي بعدها اسم. اما the last مع 4 بيجي بعدها مدة. وهنا visit يعني زيارة، اذا هي اسم. 4. You bought me sandwiches yesterday, so I owe you some money. أنت اشتريت لي سندوتشات بالأمس، لذا أنا أدين لك ببعض المال. The word owe means space. كلمة owe تعني have to pay back، عليه أن يرد المال أو يدفع. Can't give لا يمكنه أن يعطي. I'm happy to give سعيد بإعطاء. Might give ربما يعطي. الإجابة الصحيحة هي A have to pay back. 5. He can solve the problem. He is very space. يمكنه أن يحل المشكلة. هو bad سيء. Resourceful واسع الحيلة. Isolated منعزل. Quite هادئ. الإجابة الصحيحة هي B resourceful. هو واسع الحيلة جدا. 6. Hannah is space honest girl. هانا تكون A no article the an. الإجابة الصحيحة هي D an. ليه اخترنا an؟ حد هيقول ده احنا عندنا حرف ال H. هقولك ان احنا اساسا مش بنعتمد على ده حرف متحرك ولا ساكن، احنا بنعتمد على ده صوت ساكن ولا صوت متحرك. انا هنا ما نطقتش ه اللي هو حرف ال H، انا نطقت U وده صوت متحرك. 7. The Komodo dragon is based to Indonesia. It doesn't live anywhere else. تنين الكومودو يكون impact أثر أو تأثير unique فريد sustainable مستدام ecotourism السياحة البيئية. الإجابة الصحيحة هي B unique فريد لإندونيسيا. هو لا يعيش في أي مكان آخر. 8. I space meeting this boy last year. أنا am remembering will remember remember remembers. الإجابة الصحيحة هي C remember. أنا أتذكر مقابلة هذا الفتى العام الماضي. طيب اخترنا remember لأن remember لما بيجي وراها الفيرب بلس ing معناها إن الفعل حدث، فهو يتذكر أنه قابل. 9. I don't think this boy is based such punishment. أنا لا أعتقد أن هذا الفتى preserves يحفظ deserves يستحق reserves يحفظ reforms يعيد تشكيل. الإجابة الصحيحة هي B deserves يستحق مثل هذا العقاب.
10. Toothpaste is to take hold of something suddenly. هو أن تمسك شيء ما فجأة. Guard يحرس أو يحمي. سيارة grab يمسك. Search يبحث. الإجابة الصحيحة هي C grab. 11. Tigers space as much as in the past. النمور aren't hunted, isn't hunted, have hunted, was hunted. الإجابة الصحيحة هي A aren't hunted. لا تصطاد كثيرا مثل الماضي. اخترنا aren't hunted لأن دي الجملة مبنية للمجهول. 12. I don't mind space at home during holiday. أنا لا أمانع. Stay, to stay, staying, staying. الإجابة الصحيحة هي B staying. أنا لا أمانع المقود في المنزل أثناء الإجازات. ليه اخترنا staying؟ لأن mind يأتي بعدها الverb plus ing. 13. كريم used to play chess but now he's based. كريم اعتاد أو كان معتادا على لعب الشطرنج ولكنه الآن doesn't, isn't, hasn't, wasn't. الإجابة الصحيحة هي A doesn't. ليه اخترنا doesn't؟ لأن احنا قلنا used to مع but now لما يجي وراها أي فعل، أي فعل في الإنجليزي بناخد بعد but now يا don't يا doesn't على حسب الفاعل كان مفرد ولا جمع. أما إذا كان الفعل بعد used to هو be بنختار isn't أو aren't. بلاي ما هيش be أي فعل تاني، إذا نختار don't أو doesn't هي تاخد doesn't. 14. My friend had lost much weight. I couldn't space him. خسر صديقي الكثير من الوزن. أنا لم أستطع. Recognize يتعرف على. Realize يدرك. Analyze يحلل. Support يدعم. الإجابة الصحيحة هي A. Recognize. أنا لم أستطع التعرف عليه. 15. غادة helps charity organizations. She is so space. غادة تساعد المؤسسات أو المنظمات الخيرية. هي donate يتبرع. Stingy بخيل. Generous كريم. Volunteer متطوع. الإجابة الصحيحة هي C generous هي كريمة جدا. 16. Students complain about being spaced in the class for a long time. يشتكي الطلاب من كونهم struck ضرب. Studied درس. Studying يدرس أو الدراسة. Stuck عالق. الإجابة الصحيحة هي D stuck. من كونهم أو من أنهم عالقين في الفصل لوقت طويل. Read the following passage. What if you could simply take a medicine that would instantly make you more intelligent? ماذا لو كان بإمكانك ببساطة أن تتناول دواء يجعلك أكثر ذكاء على الفور أو في الحال؟ When that would improve your abilities including attention, memory, focus, motivation, and other higher executive functions. وواحد من شأنه أو يمكنه تحسين قدراتك بما فيها الانتباه والذاكرة والتركيز والحافز أو الدافع وغيرها من الوظائف التنفيذية العليا. Some scientists think that healthy adults and children may one day take medicines to improve their intelligence and thinking. يعتقد بعض العلماء أن البالغين والأطفال الأصحاء قد يتناولون يوما ما أدوية لتحسين ذكائهم وتفكيرهم. A search group has suggested that such medicines might become as common as coffee or tea within the next 20 years. واقترحت مجموعة من الباحثين أن مثل هذه الأدوية قد تصبح شائعة مثل القهوة والشاي خلال 20 عام القادمة. Students taking exams might have to take drugs tests like athletes. وقد يضطر الطلاب الذين يخضعون للامتحانات إلى إجراء اختبارات المخدرات مثل الرياضيين. There are already medicines that are known to improve mental performance and are given to children with problems concentrating. كما يوجد بالفعل أدوية معروفة بتحسين الأداء العقلي وتعطى للأطفال الذين يعانون من مشاكل في التركيز.
A medicine given to people with trouble sleeping also helped them remember numbers. كما أن الأدوية التي تعطى للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم تساعدهم أيضاً على تذكر الأرقام. These medicines raise serious moral questions, but people already take vitamins to help them remember things better. وتثير هذه الأدوية تساؤلات أخلاقية خطيرة أو جادة، لكن الناس يتناولون الفيتامينات بالفعل لمساعدتهم على تذكر الأشياء بشكل أفضل. So it won't be a simple problem to solve. لذلك لن تكون مشكلة سهلة الحل أو من السهل أن تحل. It will probably be very difficult to decide at what point a food supplement becomes an unfair medicine in an examination. وقد يكون من الصعب جدا تحديد النقطة التي يصبح فيها المكمل الغذائي دواء غير عادل في الفحص. Exercise and nutrition also play an important role. كما تلعب التمارين الرياضية والتغذية أيضا دورا مهما. Many vitamins and ingredients found naturally in food products have been shown to improve thinking abilities. فقد وجد أو ثبت أن العديد من الفيتامينات والمكونات الموجودة بشكل طبيعي في المنتجات الغذائية تحسن قدرات التفكير. Some of these include vitamins B6 and B12. Caffeine found in chocolate can make you feel happier and more relaxed as it motivates the brain to release serotonin. وبعض هذه العناصر تشمل فيتامينات B6 والB12 والكافيين الموجود في الشوكولاتة يمكن أن يجعلك تشعر بالسعادة والاسترخاء لأنه يحفز الدماغ على إطلاق السيروتونين. 17. The main idea of this article is space. الفكرة الرئيسية لهذا المقال هي الإجابة الصحيحة هي D. Intelligence medicines. أدوية الذكاء. 18. Who will take medicine to improve thinking? من الذي سيتناول أو يأخذ الأدوية ليحسن التفكير؟ الإجابة الصحيحة هي C. Healthy adults and children. البالغين والأطفال الأصحاء. 19. Who might take drugs tests? من الذي ربما يجرى عليه اختبارات المخدرات؟ الإجابة الصحيحة هي A. Students, الطلاب. 20. A food can become an unfair medicine in space. يمكن للطعام أن يصبح دواء غير عادل في الإجابة الصحيحة هي D. An examination في الفحص. 21. Space can help people remember numbers. ما الذي يمكنه أن يساعد الناس في تذكر الأرقام؟ الإجابة الصحيحة هي A. Sleeping pills. أدوية النوم أو أقراص النوم. 22. Serotonin can help you space. السيروتونين يمكن أن يساعدك. الإجابة الصحيحة هي B. Feel happier. أن تشعر بسعادة. 23. Space can improve thinking abilities. ما الذي يمكنه أن يحسن القدرات أو قدرات التفكير؟ الإجابة الصحيحة هي D. Many vitamins and ingredients. الكثير من الفيتامينات والمكونات. Choose the correct Arabic translation. The Football World Cup has attracted millions of fans in stadiums and viewers on the internet. It was an event that got the attention of men, women and children. الترجمة الصحيحة هي B. جذب كأس العالم لكرة القدم ملايين المشجعين في الملاعب والمشاهدين على الإنترنت. لقد كان حدث جاذب لانتباه الرجال والنساء والأطفال. الخطأ في A هو مليارات، والخطأ في C هو الدولارات، والخطأ في D هو مليارات. Choose the correct English translation. تعتبر السياحة البيئية مصدر مباشر للدخل القومي في مصر. تمتلك مصر الكثير من الأماكن الطبيعية المعزولة التي يرغب السياح في زيارتها. الترجمة الصحيحة هي A. Ecotourism is considered a direct source of national income in Egypt. Egypt has many isolated natural places
that tourists desire to visit. الخطأ في B هو sources والخطأ في C هو isolated والخطأ في D هو ان هو قال لنا direct على طول ما قالش كمان في C قال isolated places ما قالش natural. تعالوا بعد كده لمحافظة أسيوط. Number one, this bird is exotic. هذا الطائر غريب. It's unusual and rarely seen here. من غير المألوف أو العادي أو نادرا ما يرى هنا. The antonyms of the word exotic are space and space. مضادات كلمة exotic هم ordinary عادي, strange غريب, rare نادر, foreign أجنبي, يجل عادي. الإجابتين الصح هما A ordinary و E يجل. 2. He was over the moon when he won the race. هو كان في غاية السعادة عندما فاز بالسباق. The phrase over the moon means space and space. العبارة over the moon تعني very excited متحمس جدا, very disappointed محبط جدا, very angry غاضب جدا, very happy سعيد جدا, very depressed محبط جدا. الإجابتين الصح هما A very excited و D very happy. 3. The badly injured people in the accident need blood space to save them. الناس الذين كانوا مصابين بشدة أو بشكل خطير في الحادث احتاجوا لي أو يحتاجوا لي. Takers متلقي أو راعي, levels مستويات, guardians حراس, donors متبرعين. الإجابة الصحيحة هي D donors, يحتاجوا لمتبرعين بالدم لينقذوهم. 4. When she was bitten by a mosquito, her arm spaced up. عندما لدغت من ناموسه ذراعها. leaned مال, swelled تورم, spilled تهجى, tracked ترجل. الإجابة الصحيحة هي B swelled ذراعها تورم. 5. Robert Louis Stevenson was a great space. He wrote a lot of poems. روبرت لويس ستيفنسون كان ستوري تيلر حاكي أو قصاص, poet شاعر, novelist روائي, playwright كاتب مسرحي, والذي كتب الكثير من القصائد. الإجابة الصحيحة هي B poet, كان شاعر عظيم. 6. My school never allows space among the students here. مدرستي لا تسمح أبدا بي. bullying التنمر, helping المساعدة, connecting الاتصال, contacting اتصال أو توصيل. الإجابة الصحيحة هي A bullying, لا تسمح أبدا بالتنمر بين الطلاب هنا. 7. Don't space on a link you don't recognize. لا. think يغرق, think يفكر, pick يلتقط, click يضغط. الإجابة الصحيحة هي D click, لا تضغط على رابط لا تعرفه. 8. Farmers sometimes give their animals space to eat, especially in winter. أحيانا ما يعطي المزارعين حيواناتهم ملك لبن, ميت لحم, هاي قش, كرنت عنب. الإجابة الصحيحة هي C هاي, يعطوهم قش ليأكلوه خاصة في الشتاء. 9. Governments should put strict rules to save animals which are space. على الحكومات أو يجب على الحكومات أن تضع قوانين صارمة لتنقذ أو تحفظ الحيوانات التي تكون angry غاضب, endangered معرض للخطر, danger خطر, dangerous خطير. الإجابة الصحيحة هي B endangered معرضين للخطر. 10. This stadium is based in 2000. هذا الاستاد built, were built, was built, was building. الإجابة الصحيحة هي C was built, بني في عام 2000. 11. Father is used to buying tasty sweets for us. أبي معتاد على شراء الحلويات اللذيذة لنا. This sentence means space. هذه الجملة تعني This no longer happens. This never happened. This is a present habit. This was a past habit. الإجابة الصحيحة هي C
This is a present habit. هذه عادة في المضارع. ليه عرفنا أو منين عرفنا إن هي عادة في المضارع؟ لأن إحنا قلنا used to لو جاء قبلها حاجة من verb to be أو get أو become أو grow وبعدها الverb plus ing كده بتدل على عادة في المضارع، معناها متعود على في المضارع. ولو كانت حاجة من verb to be ولكن يعني was aware يعني في الماضي، يبقى كان متعود على حاجة في الماضي. 12. Have you finished this exercise? Space. You are supposed to take a longer time. هل أنهيت هذا التمرين؟ For, ever, since, already. أنت من المفترض أن تكون تأخذ وقت أطول من هذا. الإجابة الصحيحة هي دي already، لأن الإجابة عندنا هنا بتدل على الدهشة والتعجب، وalready بتأتي في نهاية السؤال الدال على الدهشة أو التعجب. 13. My brother had an important exam yesterday, but he spent space hour watching TV. أخي من المفترض أنه كان عليه امتحان بالأمس، ولكنه قضى ساعة يشاهد التلفاز. The, an, a, no article. الإجابة الصحيحة هي B, an. ليه اخترنا an؟ لأن احنا نطقنا our، نطقنا a يعني صوت متحرك. 14. My friend gave me some space about how to finish the project. صديقي أعطاني بعض advice، نصيحة، advices، نصائح، advises، ينصح، advise، ينصح. الإجابة الصحيحة هي A، advice، أعطاني بعض النصائح بشأن كيف أنهي المشروع. ليه اخترنا advice؟ لأن هي أصلا اسم لا يعد، ما ينفعش نجمعها باسم، وصام عايزة بعدها اسم لا يعد. 15. Don't worry، لا تقلق. I space you the money you need. أنا I'm lending. I'm going to lend. Will lend. Lend. الإجابة الصحيحة هي C. Will lend. أنا سأسلفك أو سأقرضك المال الذي تحتاجه. ليه اخترنا will lend؟ لأنه ده عرض. 16. On her way home, Layla stopped space to her friend Dalia, who met her. في طريقها للمنزل توقفت ليلى. To talk. Talking. To talking. Talks. الإجابة الصحيحة هي A. To talk. لتتحدث مع صديقتها داليا التي قابلتها. ليه اخترنا to talk؟ لأن احنا قلنا stop. لما يأتي بعدها to المصدر ده معناها انه توقف عن عمل الشيء بشكل مؤقت ويرجع يكمله تاني. وهي هنا توقفت عشان تكلم صديقتها وبعد كده هتكمل طريقها للبيت. Read the following passage. It was just before bedtime. كان ذلك قبل وقت النوم مباشرة. Sally was reading a hair-raising ghost story. كانت سالي تقرأ قصة عن الأشباح مثيرة. She loved the excitement of scaring herself before a good night's sleep. كانت تحب إثارة تخويف نفسها قبل النوم. She was reading the story halfway when she suddenly heard the loud opening of her front door. وكانت في منتصف القصة عندما سمعت فجأة صوت فتح بابها الأمامي. She was surprised by the scary sound. وكانت متفاجئة بالصوت المخيف. She felt something was wrong. وشعرت أن هناك خطب ما. Sally gently pushed the warm blanket aside and slowly got out of her bed. ودفعت سالي البطانية ببطء وخرجت من سريرها. She walked down the stairs ونزلت السلالم. Even her own footsteps on the stairs scared her. وحتى خطواتها على الدرج أخافتها. She heard the soft sound of footsteps in the kitchen and she stopped to listen. وسمعت صوت خطى أو خطوات هادئ في المطبخ وتوقفت لتسمع. It was surely a ghost from the past since everyone she knew was in their beds fast asleep at this hour. لقد كان بالتأكيد شبحا من الماضي لأن كل شخص تعرفه كان نائما وغارق في النوم في هذه الساعة. Darkness also frightened her but she wanted to find out what was making the strange noise.
وأخافها الظلام أيضا، لكنها أرادت معرفة سبب الصوت الغريب أو الضوضاء الغريبة. She turned to enter the kitchen where the noise seemed to be coming، واستدارت لتدخل المطبخ حيث يبدو أن الضوضاء قادمة من هناك. Suddenly she walked right into a dark figure، وفجأة اصطدمت بشخصية مظلمة. The dark figure stretched out a hand and quickly turned on the bright kitchen lights. واستدارت أو تمددت الشخصية المظلمة وأشعلت نور المطبخ. It was Sally's elder brother Ken. لقد كان كين شقيق سالي الأكبر. He couldn't help laughing at poor Sally. ولم يستطع التوقف عن الضحك على المسكينة سالي. He had gone out late that night with his friends and had just returned home. لقد خرج مع أصدقائه لوقت متأخر هذه الليلة وعاد للتو للمنزل. Sally felt silly for having thought it was a ghost. وشعرت سالي باستخافة على أنها اعتقدت أنه شبح. She had a good laugh too. واستغرقت في الضحك أيضا. 17. The strange sound, the darkness and the dark figure space Sally. الصوت الغريب والظلام والشخصية المظلمة. الإجابة الصحيحة هي C. Scared Sally. أخاف سالي. 18. At the beginning, Sally space reading ghost stories. في البداية سالي. الإجابة الصحيحة هي A. Enjoyed. استمتعت بقراءة قصص عن الأشباح. 19. Without the underlined phrase the dark figure referred to. إلى ما تشير العبارة التي تحت خط the dark figure. الإجابة الصحيحة هي B. Sally's brother. أخ سالي. 20. The main idea of the passage is space. الفكرة الرئيسية للقطعة هي. الإجابة الصحيحة هي D. Scary stories effect. أثر القصص المخيفة. 21. He couldn't help laughing. هو لم يستطع التوقف عن الضحك. The phrase couldn't help means space. العبارة couldn't help معناها. الإجابة الصحيحة هي A. Couldn't stop. لم يستطع التوقف. 22. Ken space when Sally started reading the story. Ken. الإجابة الصحيحة هي C. Had been outside. كان في الخارج عندما بدأت سالي في قراءة القصة. 23. Sally thought it was a ghost because all of her family space. اعتقدت سالي أنه كان شبح لأن كل أفراد عائلتها كانوا. الإجابة الصحيحة هي D. Were asleep. كانوا نائمين. Choose the correct Arabic translation. Everything can be useful or harmful according to the way we use them. الترجمة الصحيحة هي B. كل شيء يمكن أن يكون مفيد أو ضار طبقا للطريقة التي نستخدمه بها. الخطأ في A نافع والخطأ في C هو هام والخطأ في D كل شيء مفيد. مفيش يمكن. Choose the correct English translation. من الممكن أن يكون وقت الفراغ مفيدا إذا تم استغلاله في تطوير شخصية المرء. الترجمة الصحيحة هي دي. It's possible that free time is useful if it's used to develop one's character. الخطأ في A هي it was والخطأ في B هو impossible والخطأ في C هو useless. محافظة سوهاج. Number one. When I saw her, she was space her white dress. عندما رأيتها هي كانت dressing يتزين dressed ارتدى أو تزين putting off يخلع putting يضع wearing يرتدي. الإجابة الصحيحة هي C. putting off و E. wearing. كانت ترتدي أو تخلع فستانها الأبيض. Two. Nearby is too neighboring as isolated is too space. Nearby مرادفة لي neighboring مجاور مثل isolated مرادفة لي. Distant بعيد near قريب insulated معزول ولكن حراريا أو كهربيا remote بعيد reachable يمكن الوصول إليه.
الإجابة الصحيحة هي A distant و D remote. 3. My grandfather regrets his days my talkative grandmother. جدي يندم to marry, marrying, marry, marries. الإجابة الصحيحة هي B marrying. يندم على الزواج من جدتي الثرثارة أو كثيرة الكلام. ليه اخترنا الفيرب بلس اي ان جي؟ لان regrets لما يجي وراها الفيرب بلس اي ان جي معناها انه يندم على شيء فعله. 4. Space working hours. You mustn't use the mobiles during, when, while, on. الإجابة الصحيحة هي A. During. أثناء ساعات العمل ليس مسموح لك أو ممنوع أن تستخدم الهاتف. ليه اخترنا during؟ لأن احنا قلنا during بيجي وراها اسم فاعل. Working hours هنا اسم فاعل. 5. I'm busy today. أنا مشغول اليوم. I have space of things to do. أنا لدي lot كثير, loads أكوام, much كثير, downloads تنزيلات. الإجابة الصحيحة هي B loads. لدي أكوام من الأشياء التي يجب أن أفعلها أو لفعلها. 6. He is driving at high speed. هو يقود بسرعة عالية. His base have an accident. هو will, shall, won't, is going to. الإجابة الصحيحة هي D is going to. هو سيقوم بعمل حادث. ليه اخترنا is going to؟ لأن ده فعل على وشك الحدوث. 7. A thief spaced me of my wallet last night. A list. Stole سرقة. Stealing السرقة. Robbed سرقة. Robbing سرقة. الإجابة الصحيحة هي C. Robbed. A list. سرق مني محفظتي بالأمس. حد يقول لي بقى إيه الفرق بين stole وrobbed؟ يعني إيه الفرق بين steal وrobbed مع إن هما الاثنين معناهم يسرق؟ هنقول إن ستيل دي بنكون قصدين بيها الشيء المسروق، أما روب دي معناها الشخص أو المكان اللي سرق منه. 8. Don't ask me about this matter. لا تسألني عن هذا الأمر. It's very space. إنه personal شخصي. Personal موظف. Personality شخصية. Personally شخصيا. الإجابة الصحيحة هي A. Personal. إنه شخصي جدا. 9. My teacher gave me space advice on how to study hard. معلمي أعطاني A, an, a piece of, many. الإجابة الصحيحة هي C, a piece of. أعطاني نصيحة في كيف أدرس بجد. ليه اخترنا a piece of؟ لأن advice ده اسم لا يعد، وبالتالي ما ينفعش نجيب قبله ولا A ولا an ولا many. 10. Space teachers in my school are friendly. No article. The, an, a. الإجابة الصحيحة هي B. The. المعلمين أو المدرسين في مدرستي ودودين. ليه اخترنا ذا؟ لأن احنا هنا حددنا أو خصصنا، وإحنا قلنا أي اسم يخصص يأتي قبله ذا. 11. Space friends is essential as man is sociable by nature. Doing فعل. Killing قتل. Making صنع. Rejecting رفض. الإجابة الصحيحة هي C. Making. Making friends تكوين الصداقات ضروري لأن الإنسان اجتماعي بالطبع. 12. She always works hard as she doesn't want to space failure. هي دائما ما تعمل بجد لأنها لا تريد أن experiment تجربة معملية أو يجري تجربة معملية. Experience يجرب أو يختبر. Have يمتلك. Aspire يطمح. الإجابة الصحيحة هي B. Experience. لأنها لا تريد أن تجرب الفشل. 13. Have you watched this film yet؟ هل شاهدت هذا الفيلم؟ قال له Yes. I spaced it just now. نعم أنا have watched. Watched. Have had. الإجابة الصحيحة هي C. Watched. أنا شاهدته للتو. 14. As a child, he had a lot of space problems. كطفل كان لديه الكثير من healthy صحي. Healthily بطريقة صحية. Healthier أكثر صحة أو صحي أكثر. Health صحة. الإجابة الصحيحة هي D health.
كان لديه الكثير من المشكلات الصحية. 15. Space her departure we sobbed when during while on. الإجابة الصحيحة هي B during. ليه اخترنا during؟ لأن احنا قلنا during يأتي بعدها اسم مسبوقا بذا أو صفة ملكية أو يكون اسم فاعل، فهنا her صفة ملكية. أثناء رحيلها نحن أجهشنا بالبكاء أو بكينا. 16. A lot of animals are spaced so they must be kept in national parks. الكثير من الحيوانات. Danger خطر. Dangerous خطير. Endangered معرض للخطر. Endanger يعرض للخطر. الإجابة الصحيحة هي C. Endangered معرضين للخطر. لذا يجب أن يحفظوا أو يتم حفظهم في الحدائق الوطنية. Read the following passage. In Egypt, the tourism industry has become to hold a position of great importance lately. في مصر أصبحت صناعة السياحة تحتل مكانة ذات أهمية كبيرة مؤخرا. It's felt that it could help increase the national income. حيث يعتقد أنه يمكن أن تساعد في زيادة الدخل القومي. In some European countries, tourism has brought in millions of dollars yearly. ففي بعض الدول الأوروبية تجلب السياحة ملايين الدولارات سنويا. Although they lack of natural and historical attractions. على الرغم من افتقارها إلى المعالم الطبيعية والتاريخية. In Egypt, we have two seas. في مصر لدينا بحران. We could teach fishing, swimming, diving, and sailing there. ويمكننا تعليم الصيد والسباحة والغوص والإبحار هناك. Another good idea would be a village in the New Valley for horseback riding. وفكرة أخرى جيدة هي إنشاء قرية في الوادي الجديد لركوب الخيل. And what about villages for people with health problems like rheumatism? وماذا عن القرى المخصصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل الروماتيزم؟ The warm dry climate of Aswan and Helwan would certainly help them get better. فمن المؤكد أن المناخ الجاف الدافئ في أسوان وحلوان سيساعدهم على التحسن. Our tourists today want sufficient and friendly service. ويريد سائحنا اليوم خدمة تتسم بالكفاءة والود. He would probably prefer to try our samples of our local food rather than eat international meals. حيث يفضل أو ربما سيفضل تجربة عيناتنا من الطعام المحلي بدلا من تناول الوجبات العالمية which are served in some places التي يتم تقديمها في بعض الأماكن. It must also be remembered that most tourists nowadays are seldom rich. ويجب أن نتذكر أيضا أن معظم السياح الآن نادرا ما يكونوا أغنياء. Many of them are students or hard-working employees. وكثير منهم إما طلاب أو موظفين. So what is needed isn't expensive hotels but clean comfortable places to sleep and eat at reasonable prices. لذا فإن المطلوب ليس فنادق باهظة بل أماكن مريحة ونظيفة للنوم وتناول الطعام بأسعار معقولة. This too would encourage Egyptians to travel more and more around their lovely country. وهذا أيضا من شأنه أن يشجع المصريين على السفر أكثر وأكثر حول بلدهم الجميل. 17. The writer feels that Egypt has good space the other countries which make so much money from tourism. يشعر الكاتب أن مصر تمتلك الإجابة الصحيحة هي دي more attractions than مناطق جاذبة أكثر من الدول التي تجني الكثير من المال من السياحة. 18. According to the writer, if someone has pains in his muscles and joints, he should go to space. وفقا للكاتب، إذا كان شخص ما يعاني آلام في عضلاته أو مفاصله،
يجب عليه أن يذهب إلى. الإجابة الصحيحة هي ب أسوان. 19. Most tourists nowadays are space. معظم السياح اليوم. الإجابة الصحيحة هي ب poor فقراء. 20. The main idea of the passage is the space. الفكرة الرئيسية للفقرة هي. الإجابة الصحيحة هي C. How to encourage tourism in Egypt. كيف نشجع السياحة في مصر. 21. The prices should be based to encourage tourism locally. يجب على الأسعار أن تكون. الإجابة الصحيحة هي A. Affordable. يمكن تحملها لنشجع السياحة المحلية أو الوطنية. 22. The underlined word meals can be replaced by space. الكلمة التي تحتها خط meals يمكن أن تستبدل ب. الإجابة الصحيحة هي ب. dishes أطباق أو وجبات. 23. We can teach space in the new valley. يمكننا تعليم. الإجابة الصحيحة هي C. horse riding. ركوب الخيل في الوادي الجديد. تعالوا بعد كده للترجمة. To better your income, you must be patient, hardworking, and ambitious. الترجمة الصحيحة هي B. لكي تحسن دخلك يجب عليك أن تكون صبور وجادا في العمل وطموح. الخطأ في A هو لكي تأتي، والخطأ في C تحسن دخولك، والخطأ في D هو مريض. يدعو الدين السماوي إلى الحب والتعاون ونبذ العنف والتسامح وحب الوطن. الترجمة الصحيحة هي D. The heavenly religion calls for love, cooperation, the rejection of violence, tolerance, and patriotism. الخطأ في A هو invites وكمان sky، والخطأ في B هو invites، والخطأ في C هو sky religion. محافظة أسوان. Number one. Ali is over the moon visiting Dubai for the first time. علي كان في غاية السعادة أثناء زيارته أو بزيارته لدبي لأول مرة. That means he feels space. هذا يعني أنه يشعر ب أو أنه happy سعيد، forced مجبر، excited متحمس، sad حزين، miserable بائس. الإجابتين الصح هما A happy و C excited. 2. عادل إمام is a famous actor. عادل إمام هو ممثل مشهور. The antonyms of the word famous are space. مضادات كلمة famous هم well known معروف أو مشهور، unknown غير معروف، يجل عادي، remarkable ملحوظ، outstanding بارز. إلى جبتين الصح هما B unknown و C يجل. 3. محمد صلاح is based for his speed and ability to score goals. محمد صلاح admired, is admired, has admired, admires. الإجابة الصحيحة هي B is admired. يتم الإعجاب به لسرعته وقدرته على إحراز الأهداف. 4. Snow has prevented space with the outside world for 3 days. التلج منع security أم safety أمان collection مجموعة communication اتصال أو تواصل. الإجابة الصحيحة هي D communication. منع الاتصال أو التواصل مع العالم الخارجي لمدة 3 أيام. 5. Julia is based in London since she was a child. Julia lived, has lived, is lived, live. الإجابة الصحيحة هي B has lived. عاشت في لندن منذ أن كانت طفلة. اخترنا مضارع تام لأن عندنا since. 6. Kangaroos use their back legs to space from one place to another. تستخدم أو يستخدم الكنجر أرجله الخلفية لي. hop يقفز، see يرى، eat يأكل، hear يسمع من مكان لآخر. الإجابة الصحيحة هي A hop. 7. Do you own a space house or do you rent one? هل تمتلك منزل أو تستأجر واحد؟ any a an some. الإجابة الصحيحة هي B a. 8. Yesterday Kareem went to the hospital. His blood space was too high.
ذهب كريم بالأمس إلى المشفى. desire رغبة، pressure ضغط، pleasure سرور، fire حريق. الإجابة الصحيحة هي B pressure. ضغط دمه كان عالي جدا. 9. She spaced out of her house and drove her car. هي good, get, gets, getting. الإجابة الصحيحة هي A good. هي نزلت من منزلها وقادت سيارتها. ليه اخترنا ماضي بسيط؟ لأن احنا عندنا قاعدة بتقول إن and ما يأتي قبلها مثل ما يأتي بعدها، فهي جاي بعدها ماضي بسيط، يبقى نختار قبلها ماضي بسيط. 10. Space is a job that people do for no money. ما هي الوظيفة التي يفعلها الناس بدون مقابل؟ Homework واجب، voluntary work العمل التطوعي، team work عمل جماعي، hard work عمل جاد أو صعب. الإجابة الصحيحة هي B voluntary work. 11. They agreed space to Paris next week. هم وافقوا travel traveling to travel traveled. الإجابة الصحيحة هي C to travel، أن يسافروا إلى باريس الأسبوع المقبل. ليه اخترنا to travel؟ لأن agree يأتي بعدها to والمصدر. 12. Carol needs some advice about how to space friends. تحتاج كارول إلى بعض النصيحة بشأن كيف do يفعل. play يلعب، catch يمسك، make يصنع. الإجابة الصحيحة هي D make، كيف تكون صداقات. 13. They space be home about 8. هم are going to will are. الإجابة الصحيحة هي C will. هم سيكونوا في المنزل بحلول الثامنة. ده تنبؤ بدون دليل. 14. Mr. Plumb is poor and space money to several people. المستر بلمب فقير و lends يسلف، gives يعطي، owes يدين، wins يفوز. الإجابة الصحيحة هي C owes، ويدين بالمال للعديد من الناس. 15. While I was watching television, mother spaced dinner. بينما كنت أشاهد التلفاز، أمي was preparing, prepares, prepare, preparing. الإجابة الصحيحة هي A was preparing، كانت تعد الغداء. ليه اخترنا was preparing؟ لأن ده تزامن، بيجي بعد while الماضي بسيط، والفعل الآخر يكون أيضا ماضي بسيط. 16. John and his friends are going space in Sahara Desert. John وأصدقائه سوف trekking يترجل، trekking يخدع، ticking يضع علامة، clicking يضغط. الإجابة الصحيحة هي A trekking، سيترجلوا أو يقوموا بجولة سيرا على الأقدام في الصحراء الكبرى. Read the following passage. William Shakespeare 1564 1616 wrote many plays and poems which are known the world over. كتب ويليام شكسبير 1564-1616 العديد من المسرحيات والقصائد المعروفة في العالم كله. But perhaps you think the works of an Elizabethan playwright aren't important today. لكن ربما تعتقد أن أعمال الكاتب المسرحي الإليزابيثي ليست مهمة اليوم. Well, think again. حسناً، فكر مرة أخرى. Shakespeare's work is half survived the years and then some. لقد نجحت أعمال شكسبير لسنوات عديدة ثم بعضها. For example, Romeo and Juliet hasn't only been performed again and again in theaters around the world, but it has also been made into a very popular movie twice. على سبيل المثال، لم يتم عرض مسرحية روميو وجولييت مرارا وتكرارا في المسارح حول العالم فحسب، بل تم تحويلها أيضا إلى فيلم حظى بشعبية كبيرة مرتين، أو حولت إلى فيلم مشهور جدا مرتين. During the late 15th, however, Shakespeare's plays were often performed at the Globe Theatre in London.
في أواخر القرن السادس عشر كانت مسرحيات شكسبير تعرض غالبا على مسرح جلوب في لندن. The Globe was a large open-air theater that used only natural lighting. وكان مسرح جلوب عبارة عن مسرح كبير في الهواء الطلق يستخدم الإضاءة الطبيعية فقط. Shows at the Globe were always interesting and exciting because the audience yelled at, cheered, and talked with the performers. وكانت العروض في جلوب دائما ممتعة ومثيرة لأن الجمهور كان يصرخ ويحيي ويهتف ويتحدث مع المؤدين أو الممثلين. The Globe was a great success. وكان جلوب نجاحا عظيما أو كبيرا. However, in 1613, during a performance of Shakespeare's Henry VIII, there was a horrible fire. ومع ذلك في عام 1613 أثناء عرض مسرحية شكسبير هنري الثامن كان هناك حريق مروع أو فظيع. The fire completely destroyed the theater. ودمر الحريق المسرح بالكامل. The Globe was fixed a year later, but it didn't stay open for long. وتم إصلاح الجلوب بعد عام لكنه لم يبقى مفتوحا لفترة طويلة. The Globe never opened again and the building was finally torn down in 1644. ولم يتم فتح الجلوب مرة أخرى وتم هدم المبنى أخيرا في عام 1644. Theater lovers in England never forget the Globe, and in 1970 a decision was made to rebuild it as close to the original design as possible. ولم ينسى عشاق المسرح في انجلترا ابدا مسرح جلوب، وفي عام 1970 تم اتخاذ قرار بإعادة بنائه ليكون قريبا من التصميم الأصلي قدر الإمكان. The New Globe was opened in 1999. وتم فتح مسرح الجلوب الجديد في عام 1999. Since the new theater opened, hundreds of thousands of people attended Shakespearean performances. ومنذ افتتاح المسرح الجديد حضر مئات الآلاف من الأشخاص مسرحيات أو عروض مسرحيات شكسبير. 17. The main idea of this reading passage is its base. الفكرة الرئيسية لقطعة القراءة هذه هي. الإجابة الصحيحة هي B. Shakespeare and the Globe Theatre. Shakespeare ومسرح الجلوب. 18. The fire at the Globe started during the performance of its base. الحريق في الجلوب بدأ أثناء أداء. الإجابة الصحيحة هي B. Henry VIII. هنري الثامن. 19. Many plans were made to spare the globe. الكثير من الخطط صنعت لي. الإجابة الصحيحة هي C. Rebuild إعادة بناء الجلوب. 20. In the globe space lights weren't used at all. في الجلوب الإجابة الصحيحة هي A. Artificial. الأنوار الصناعية لم تستخدم على الإطلاق. 21. According to the passage, the globe was an interesting place because space. وفقا للقطعة أو للفقرة الجلوب كان مكان شيق لأن الإجابة الصحيحة هي D. The audience interacted with the performers. الجمهور كان يتفاعل مع المؤدين أو الممثلين. 22. From the writer's point of view, Shakespeare's works have survived the years by space. وفقا لوجهة نظر الكاتب أو لرأي الكاتب أعمال شكسبير عاشت سنين من أو من خلال. الإجابة الصحيحة هي B. Remaking them in movies. إعادة صنعهم في أفلام. 23. Related to what you have read above. In the future, Globe will space. وفقا لما قرأته في الأعلى في المستقبل Globe سيكون. الإجابة الصحيحة هي A. Show more of Shakespeare's works. سيشهد المزيد من أعمال شكسبير.
Choose the correct Arabic translation. Do you think people can change their opinions about previous experiences and why is it important to do so? الترجمة الصحيحة هي دي. هل تعتقد أن الناس يمكن أن تغير آرائها عن تجاربها السابقة؟ ولماذا من المهم أن تفعل ذلك؟ الخطأ في A هو هل تعلم؟ والخطأ في B تغير أفكارها؟ والخطأ في C تغير أفكارها وحياتها؟ Choose the correct English translation. يجب أن نتعلم أشياء جديدة للحفاظ على البيئة آمنة ونشجع استخدام المواد الغير مضرة للبيئة. الترجمة الصحيحة هي B. We should learn new things about keeping the environment safe and encourage using environmentally friendly materials. الخطأ في A هو ideas والخطأ في C هو clean والخطأ في D هو bad things. بكده نكون خلصنا مع بعض المراجعة النهائية من كتاب المعاصر، حلنا مع بعض 19 امتحان وحلنا كمان امتحانات الأزهر وامتحان الدم. أتمنى رب ربنا يوفقكم إن شاء الله في الامتحانات كده وتفرحوا بالنتائج وتفرحونا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. طبعا كل الجرامر مشروح لكم وكمان الكلمات من كتابي الجيم والمعاصر. لو حد عنده أي سؤال ما يترددش إنه يسألنا في الكومنتس، إن شاء الله نرد عليكم. ربنا يوفقكم.